ازيكم؟ وحشتونا كالعادة. بنقول لكم أهلا بيكم في حلقة جديدة من حصاد الأسبوع. في البداية بقول لكم كل عام هجري وانتم بألف خير، وداعا 1437 وأهلا 1438. اللهم اجعله يعني نهاية كل ألم وحزن وضيق، ويجعل عام 1438 سنة فرح وسعادة، ويحقق في كل واحد فينا آماله وطموحاته، ويشفي كل مريض، ويهدي العاصين منا، ويألف بين قلوبنا. في النهاية عام سعيد. نرجع لحصاد الأسبوع. الأسبوع ده اسمه المواجهة. المواجهة اللي لقيناها الأنسب إن يكون اسم الأسبوع ده لوصف أحداث الأسبوع ده، لأن الحدث الأبرز عالمياً الأسبوع ده كان المناظرة الرئاسية بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب. دي كانت مواجهة العالم كله اتفرج علينا، زي بالظبط كده المواجهة اللي كانت بين أوباما والكونجرس على قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب أو جاستا. احنا كمان في مصر كان عندنا مواجهة هنا مخليانا فرجة للعالم كله برضو، وهي بداية العام الدراسي اللي بيعتبر مواجهة بين الطلاب والأهالي، مواجهة بين العيشة واللي عايشينها وبين المدارس والتعليم. هنتكلم عن كل ده كالمعتاد، ولكن بعد كبسولة الأسبوع. نبدأ. السيسي مع افتتاح غيط العنب بيطالب بآلية لتحصيل فكة البنوك لدعم الاقتصاد. طبعا كانت مفاجأة للبنوك. والسيسي كمان خلال استقبال وزير النقل الروسي، مصر ملتزمة بتعزيز إجراءات المطارات، والعمليين في السياحة مستنيين. انطلاق العام الدراسي في القاهرة والمحافظات، ونسب الحضور تقترب من 90%. بشرة خير زي ما بيقولوا. انفجار سيارة أثناء مرور النائب العام المساعد، والحكومة تطالب ببناء شراكة دولية للقضاء على ظاهرة الإرهاب. كلام مهم ومحدش بيسمع. حبس صاحب مركب الهجرة غير الشرعية رشيد على ذمة التحقيق، و202 غريق الحصيلة النهائية للضحايا. ربنا يرحمهم وينتقم من الظالمين. الإعدام لسبعة والسجن 10 سنوات لخمسة آخرين في قضية مقتل اللواء نبيل فرج. القصاص يا مصريين. مجلس علماء المسلمين يحذر من الطائفية، ويدعو في بيانه الختامي الشعوب العربية والإسلامية إلى وحدة الصف. وإيران ودن من طين ودن من عجين. شيخ الأزهر في سويسرا لترأس الجولة الثالثة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب. دور دولي جديد للأزهر. والبابا توادروس بيحتفل بمرور 50 عام على إنشاء كنيسة السيدة العذراء، ويوجه رسالة سلام من مطروح. مصر أرض السلام والمحبة. في ذكرى 46 لرحيل عبد الناصر، السيسي يفتتح متحف الزعيم وقيادات أمنية وشعبية في ضريحه. في المحن كلنا عبد الناصر. جلسة طارئة بشأن سوريا تنتهي دون خطوة، واشتباكات روسيا وواشنطن الأبرز على مائدة مجلس الأمن. ما تسيبوا سوريا بقى. حكومة هاني الملقى تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني لتكتمل التغيرات السياسية في الأردن. ما أجمل قوم يغيروا ما بأنفسهم أولا. كلينتون وترامب يتبادلان الاتهامات والانتقادات بأول مناظرة لهما قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية. صراع الجبابرة. الكونجرس يلغي فيتو أوباما على قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، والسعودية تطالب بتجنب عواقبه حينما يتحول الصديق إلى عدو. وفاة رئيس إسرائيل السابق شيمون بيريز، مؤسس الاستيطان وأحد مهندسي العدوان الثلاثي على مصر. لا شماتة في الموت. وافتتاح معبر أرقين الحدودي بين مصر والسودان، وربط أكبر تكتل إفريقي من البحر المتوسط حتى المحيط الهادي. أهلا بإفريقيا يبدأ من السودان. مؤسسة موديز العالمية تؤكد استقرار أوضاع مصر الاقتصادية والمالية وتحسنها تدريجيا. يا رب.
عقب الموافقة على نسبة من الإرجاط، الحكومة تتعاقد مع شركة عالمية لفحص القمح المستورد طبقا للمواصفات المصرية. الناس مش ناقصة. مينا دمياط يحصل على جائزة أفضل مينا تجاري مصري، عقبال الكل. الزمالك يعود للنهائي الإفريقي بعد 14 سنة، وتشكيلة البدلاء تفوز على النصر للتعدين وتحصد أول 3 نقاط بالدوري الممتاز. مبروك روح نادي الزمالك.